السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعينا الغاليين. في هذا الفيديو حبينا نشارككم الأماكن الجديدة والجميلة في مملكة البحرين، ومثل ما عودناكم راح نعرض لكم تفاصيل الرحلة من البداية إلى النهاية. رفيق الدرب في هذه الرحلة هو حساب جديد الشرقية، نورني على الأماكن الجديدة اللي راح نشوفها مع بعض في هذا الفيديو. بدينا يومنا من بدري وصحينا الساعة 6:30 الصباح وأخذنا قهوتنا على الطريق. دائما أفضل أطلع البحرين الصباح حتى أستفيد من اليوم كامل وما يضيع الوقت بزحمة الجسر، فلو حاب تتجنب الزحمة حاول توصل الجسر بدري قدر الإمكان. وصلنا البحرين تقريبا على الساعة 7:30، ولأن دائما نفضل أجواء المطاعم الشعبية للفطور حددنا الوجهة إلى مطعم موش للأكلات الشعبية، وهو في منطقة الهملة ويفتح من الساعة 6 صباح إلى الساعة 1 بعد الظهر. بعد الفطور توجهنا إلى أحد الأماكن اللي تم افتتاحها بعد التجديد في مملكة البحرين، وهو شاطئ بلاج الجزائر وموقعه في منطقة الزلاق. بلاج الجزائر هو عبارة عن شاطئ نظيف وجميل يتم الدخول له بمبلغ رمزي بقيمة 2 دينار للشخص البالغ، ومجانا للأشخاص من عمر 12 سنة وأقل. يعطونك مقابل قيمة الدخول كوبونات تقدر تستفيد منها في الشراء من المطاعم والمقاهي الموجودة بالشاطئ، ويمنحونك أسوار تلبسه حتى تقدر تطلع من الشاطئ وترجع خلال اليوم من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 8 بالليل. الشاطئ يحتوي على وحدات الإنقاذ والأمن ومرافق عامة مثل غرف التبديل ودورات المياه، الله يعزكم، هذه يتم تنظيفها والإشراف عليها طول الوقت. ويحتوي الشاطئ على جلسات على البحر ومجموعة من المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة الألعاب الرياضية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والرياضات المائية. طلعنا من شاطئ بلاج الجزائر وتوجهنا إلى جرافيتي فيليج. جرافيتي فيليج على طريق شاطئ بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، وهو عبارة عن مكان ترفيهي ورياضي مناسب للكبار والصغار، وحوله منطقة تحتوي على عدد من الكافيهات. في جرافيتي تقدر تجرب الطيران الحر، وهو يستخدم للتدريب على الهبوط المظلي بالباراشوت. المكان الأمانة ديكوراتها تفتح النفس ويعطيك تجربة جديدة للطيران الحر بوجود مدربين محترفين للرجال والنساء. يفتح من الثلاثاء إلى الخميس من الساعة 12 بعد الظهر إلى الساعة 9 بالليل، ومن السبت إلى الجمعة من الساعة 11 الظهر إلى الساعة 9 بالليل. سعر الدخول يبدأ من 19 دينار للشخص، وطبعا عندهم عجلة الحظ ممكن تجرب حظك فيها وتشوف بإيش تفوز. جربنا حظنا وما توقعنا نفوز بالتذاكر الذهبية. بعد الدخول يتوجه الشخص إلى لبس الملابس الخاصة بالطيران، وتتوفر عندهم جميع المقاسات. بإمكان الأشخاص الطيران إلى وزن 130 كيلو كحد أقصى، ويمنع من ممارسة هذه الرياضة أي شخص عنده خلع بالكتف أو سبق وتعرض لخلع بالكتف. ارتفاع هذا النفق الزجاجي 12 متر، وهو أطول نفق زجاجي على مستوى الشرق الأوسط. سنين علمك شلون تتحكم، شلون تكون ستيبل على بطنك، شلون تتحكم دورات تروح فوق وتحت، بس كقفز مظلة اللي تحتاجه عشان تسوي الدورة بس هذين الباقي يكونون من أدفانس. بعدين هذين لهم لو سبيد يسميها، هني يكون فيرتيكال، هني سبيد عالي. Thank you.
طلعنا من جرافيتي وصارت الساعة 2 الظهر ووقع الاختيار على مطعم تبريز، وهو مطعم مشهور بالأكل البحري وله شعبية كبيرة في مملكة البحرين. للأمانة ما كنت متحمس أني أتغدى بهذا المكان، حسيت كأني داخل مزرعة خاصة وكذا، لكن تفاجأت ما شاء الله بعدد الزباين والزحمة الموجودة بهذا المطعم، والزباين من مختلف الجنسيات لكن الأغلب منهم خليجيين. أخذنا تقريبا نص ساعة انتظار بسبب الزحمة، فلو حابين تجون له احرصوا إنكم تجون بدري. انتهينا من الغداء وحصلنا أباريق الشاهي على الجمر. المطعم يقدم الشاهي مجانا بخدمة ذاتية. بعد ما انتهينا من الغداء توجهنا إلى خليج البحرين أو ما يعرف بـ The Wharf، وهو مكان جديد يحتوي على مطاعم ومقاهي مطلة على البحر، وبالإمكان تجربة التاكسي البحري يتم من خلاله نقل الأشخاص من هذا المكان إلى فندق الفور سيزنز أو مجمع الأفنيوز بمبلغ تقريبا 2 دينار. ويحتوي خليج البحرين على نشاطات بحرية مثل بادل بورد والكاياك. سعر الشخص الواحد لمدة نص ساعة بخمسة دينار أو شخصين لمدة نص ساعة بثمانية دينار، ممكن تحجزونها من خلال هذا الكشك. هذا الكشك تقدرون تحجزون من خلاله قارب الدونت بالمدة المناسبة لكم. حنا أخذنا نص ساعة مع 2 آيس كريم بمبلغ 12 دينار، ولاحظنا كثيرين يطلبون البيتزا اللي عندهم في هذا الكشك. الجولة للأمانة كانت جميلة واستمتعنا بكل تفاصيلها. ومن خليج البحرين توجهنا إلى مشروع الجفير سكوير في مدينة المنامة، وهو عبارة عن مجمع مفتوح يحتوي على عدة مطاعم ومقاهي، وقريب إن شاء الله راح يفتح فيه مطعم كوكوز اللي يعتبر واحد من أهم المطاعم في مملكة البحرين. بعد الجفير سكوير توجهنا إلى مشروع الليوان في منطقة الهملة، وهو أحد مشاريع عقارات السيف. الليوان منطقة راقية وجميلة وتستحق الزيارة للأمانة. مشروع الليوان يفتح من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 10 بالليل. يحتوي مشروع الليوان على مجموعة متنوعة من المتاجر للتسوق وعدد من المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى مراكز الترفيه العائلية مثل مركز يبيلة. ألعاب الليوان مركز ترفيهي للعائلة في نفس مشروع الليوان، يحتوي على ألعاب متنوعة وألعاب إلكترونية وألعاب التسلق وغيرها، وهي تناسب الأطفال من عمر سنتين إلى 14 سنة. بعد مشروع الليوان توجهنا إلى مشروع ديستريكت 1 في الجنبية، وهو من الأماكن الجديدة في مملكة البحرين. يحتوي على محلات تجارية متنوعة مثل محلات الملابس والأثاث وغيرها، ولكن أكثر المحلات الموجودة في هذا المجمع أو في هذا المشروع هو عبارة عن مطاعم ومقاهي راقية. يفتح ديستريكت من الساعة 8 الصباح إلى الساعة 1 بعد نص الليل. تمشينا في مشروع ديستريكت وتقهوينا في كافيه رشفة. كانت النية أن نتعشى بأحد المطاعم اللي في مشروع ديستريكت، وكانت الفكرة أن نطلب من مطعم تكة لومي اللي موجود في نفس المشروع،
ويعتبر نظيف ومرتب وفيه جلسات، لكن الكل كان يقول لازم تذوقون التكة البحرينية على أصولها. فتغيرت الفكرة وتوجهنا إلى منطقة الرفاع لتجربة تكة أبو جمال، واحد من أشهر مطاعم التكة البحرينية. طبعا المكان شعبي مرة وما في مجال تاكل داخل المطعم بسبب الزحمة، فصار النظام هو أنك تجنب وتاكل بسيارتك، وبعد ما تخلص تعطيهم الصينية وتحاسبهم. أخذنا 2 تكة بسعر 3 دينار وانتظرنا أكثر من 45 دقيقة على ما وصل الطلب، لكن كانت للأمانة تكة لذيذة وتستحق التجربة. بكذا انتهت رحلتنا لمملكة البحرين وتوجهنا للسعودية. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالجزء الثاني من فلوق البحرين. لا تنسون تشوفون الجزء الأول اللي حقق ولله الحمد أكثر من 1,000,000 مشاهدة، هذا بفضل الله سبحانه ثم بدعمكم، الله يعطيكم العافية. اكتبوا لنا بالتعليقات إيش أكثر شيء أعجبكم في هذه الرحلة وإيش أكثر مكان متحمسين تروحون له. لا تحرمونا دعمكم باللايك ومشاركة المقطع وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. في أمان الله.